ضيوفنا الأعزاء، نستمع الآن إلى كلمة الدولة المستضيفة، يقدمها سعادة الدكتور منصور بن محمد مريسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أيها الحفل الكريم، ضيوف المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا بكم في رحاب الشعر الذي يجمعنا في هذا اليوم المبارك لنتحلق حوله سماعا وتذوقا ودراسة وتحليلا. يسعدني أن أرحب بكم في بلادكم في رحاب ملتقى الشعر الخليجي لمد جسور التواصل بين شعراء دول مجلس خليجنا العربي ومبدعيها ونقادها ومفكريها، تجسيداً لإرادة قادتنا حفظهم الله وسدد خطاهم وبارك أعمالهم، قادتنا الذين يؤمنون بأهمية الفعل الإبداعي في تحقيق إشعاع منطقتنا ولفت أنظار العالم إلى منتوجنا الثقافي ومساهمتنا في بناء الحضارة الإنسانية والسير في طريق العالمية بخطى ثابتة واثقة وبرؤى متناغمة تستشرف المستقبل. والحق أن هذا الملتقى هو مناسبة تتوطط فيها عرى الأخوة بين الأشقاء، وإننا اليوم هنا في مدينة الطائف التي لا تنفك تفتح ذراعيها لاستقبال المبدعين، وذلك لصناعة أيام من الإبداع تحفظها ذاكرة الأجيال، ولمدينة الطائف في وجدان الشعراء مكانة. نعلم أنها جليلة، كيف لا، وهي التي تصلهم بمهد الشعر وبعكاظ وببداية الخلق الشعري، وهذا ما دفع وزارة الثقافة إلى ترشيحها للانضمام لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة، وقد تكللت المساعي ولله الحمد بالنجاح، واليوم أنتم في واحدة من مدن العالم المبدعة. ولهذا كان الاختيار أيضاً لكي تكون الملتقى لشعراء دول الخليج في عروس المصائف وحاضنة الإبداع والثقافة، لنكون على امتداد يومين مع أصوات شعرية من مختلف الدول الأعضاء للمجلس وأخرى أكاديمية نقدية من خلال ندوة فكرية تتناول بعض قضايا الشعر الخليجي بالدرس وتطرحها لتثير نقاشاً. نحن على يقين أنه سيثري الساحة النقدية الخليجية والعربية، وستكون له مخرجات من شأنها أن ترتقي بالحركة الثقافية في بلداننا. أيها الكرام، ضيوفنا الأعزاء المبجلين، أكرر الترحيب بكم في المملكة العربية السعودية، وأرجو أن تقضوا وقتاً رائقاً في حضرة الشعر، ويسرني باسمكم جميعاً أن أرفع شكراً يليق بمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولقادة الخليج العربي جميعاً الذين ندين لهم بالفضل في هذه النهضة الثقافية الخليجية اللافتة على جميع المستويات، لتتبوأ بلداننا المكان التي تليق بها وسط الأمم، راجياً من المولى عز وجل أن تكلل فعاليات الملتقى بالنجاح المعهود، وأن يستمر عادة سنوية تجمع الأشقاء ويحجون إليها من كل فج عميق، ومنارة ثقافية تحقق الأهداف التي نرنو جميعاً إليها، إخوة أشقاء يجمعهم حلم واحد ومصير مشترك
وغد مشرق بإذن الله. شكرا جزيلا.